المحاور الرئيسة الثلاث التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر هي اقتصادية وسياسية واجتماعية، وستكون الخطوط العريضة التي سيدور النقاش حولها خلال فعاليات الحوار الوطني المزمع أن يبدأ بعد انتهاء مجلس الأمناء من وضع الآليات التنظيمية، والتي أنجز المجلس الجانب الأكبر منها خلال جلسته الإجرائية الثانية. استقر رأي مجلس الأمناء بريد إجماع أيضا على أن تظل المحاور الثلاثة، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، هي المحاور التي سيجري النقاش حولها، وسيجري أيضا تنسيق اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه العملية الثانية. مجلس الأمناء أعطى الأولوية للمحور السياسي في المرحلة الراهنة، والتي ستشمل عدة قضايا أبرزها الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والحريات العامة. الجمعيات الأهلية طبعا هو يمكن النهاردة دي الدخلة ضمن المحور السياسي اللي النهاردة حسمناه، دخلة في الجزء الثاني في الباب اللي هو الحقوق والحريات العامة. وإحنا طبعا عندنا المادة 75 من الدستور اللي بتكلم عن حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسة الأهلية على أساس ديمقراطي والحصول على الشخصية الخبرية بمجرد الأخطار. ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد قبيل نهاية الشهر الحالي لاستكمال مناقشة الآليات والترتيبات الإجرائية. الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية داخل مجلس أمناء الحوار الوطني خطوة ينتظر أن تبدأ بعدها مرحلة فرز الأفكار والآراء التي تقدم بها الأفراد والكيانات الذين سوف يشاركون في الحوار الوطني. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة.